اي عدوان، وفي نفس الوقت بنطالب بحقوق شهداء ابو لهب والعيلة اللي لقوا حتفهم على ايدي غادرة. واحد كان واقف في البلكونة ضرب بالنار مات، واحد كان قاعد جوه بيته ولا حد خرج في البلكونة اتضرب وسط عياله. احنا بنأكد ان احنا مش هنسيب حقهم غير لما الدولة تاخد حقها وتاخد حق الناس اللي ماتت. احنا بنشد على عزل الدولة في الحفاظ على الامن والسلم العام، ضد اي ارهاب، ضد اي حاجة بتهدد نسيج المجتمع المصري. ماجد محمود محامي من اهالي ابو لهب والعيلة، واحنا عاملين وقفة النهاردة تضامنا مع الشهداء، لان اللي حصل في 16/8 في ابو لهب والعيلة كانت مجزرة بكل المقاييس، قامت بيها الاخوان واتباعهم كلهم، واحنا اكتر منطقة تضررت بالنسبة للشهداء والمصابين. نازلين النهارده بنطالب بحق الشهداء، نعلن تضامننا مع الجيش في معركه ضد الارهاب، وبنقول للشرطه ترجع وتعيد الامن تاني، تمنع البلطجه وتمنع الاشغالات والكلام ده كله. فاحنا بنساندهم يرجعوا تاني زي ما كانوا، ياخدوا وضعهم ويساندوا الشعب في طلبات الشعب بالنسبه للامن وبالنسبه لمنع البلطجه، وفي نفس الوقت برضه بنتضامن مع الجيش في معركه ضد الارهاب.